السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من حلقات قناة السكولة ودرس جديد من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية. معانا النهاردة درس بعنوان الحركة الوطنية والثورة العربية إن شاء الله بإذن الله. هناخد الجزء الثاني منه اللي بيتكلم على الاحتلال البريطاني لمصر. معكم معلم أول مستر محمد نور محمود كمون من منصة السكولة التعليمية، ومعانا ضيفنا النهاردة عبد الرحمن هاني بطروش من أهم متابعين عند القناة وطالب متفوق. واتفقنا قبل كده إن اللي هيبدأ يشترك معانا ويبعت لنا صور الشهادة بتاعته ويكون متفوق وطالع من ترتيب من أوائل المدارس بتاعته إن شاء الله بإذن الله ممكن يشرفنا ويخد معانا التجربة زي عبد الرحمن. بكمل معاك عبد الرحمن وبنحكي قصة النهاردة إزاي إن بريطانيا احتلت مصر. بريطانيا من وقت طويل قوي منذ خروج الحملة الفرنسية وهي بتفكر إزاي تحتل مصر، عندها رغبة بسبب أهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. فضلت لحد ما لقيت السبب. حصل في الإسكندرية، مدينة الإسكندرية كان فيها عايش فيها عدد كبير من الرعايا الأجانب. جميل. وكان عندي المصريين. حلو. حصل خلاف عادي جدا من واحد مصري وواحد من الأجانب، وشوية الخلاف بدأ يكبر وبدأت معركة ما بين المصريين وبين الأجانب، وبدأ يروح فيها عدد كبير من الضحايا. طبعا الموقف كده مذبحة في الإسكندرية، فبدأ يجتمع قناصل الدول الأجنبية في الإسكندرية، والخديوي توفيق ساب القاهرة وسافر للإسكندرية بحجة إنه عايز يعمل إيه؟ يهدي الأوضاع عشان الأوضاع تهدى شوية، لأن المصريين والأجانب ومحدش عارف يسيطر على حاجة. كده الأمور بدأت تفلت. طبعا الأسطول الإنجليزي كان بدأ يقرب من مصر ويقرب من سواحل الإسكندرية. مصر دولة مهمة جدا ودولة كبيرة جدا، عشان كده الدول الكبرى عملت مؤتمر كبير اسمه مؤتمر الأستانة. اسمه مؤتمر الأستانة. اجتمع فيه كل الدول الكبرى عشان يبحثوا المسألة المصرية. هنعمل ايه؟ الأجانب مصريين تعاركم مع بعض، مفيش حد عارف يحمي أرواح الأجانب ولا حد عارف يحمي أرواح المصريين. فقرر المؤتمر حاجتين. قرر المؤتمر ان الدولة العثمانية اللي هي تركيا تبعت قوة أو عساكر عشان يرجعوا الأمن والنظام في مصر. وطلعوا قرار تاني قال لك محدش من الدول دي كلها هيتدخل بمفرده أو لوحده في القضية المصرية. طبعا تحس كده الإنذار ده كأنه بيقولوا لدولة مين؟ إنجلترا. جميل. بيقولوا لإنجلترا إنجلترا ما تروحيش تحتل مصر ولا تفردي بيوتك. لكن الجيش والأسطول البريطاني كان جاهز ومحضر نفسه وقرب شواطئ الاسكندريه، وقائد الاسطول البريطاني جاهز يدي انذار ويضرب مدينه الاسكندريه. فعلا قدم انذار طلب فيه من الحكومه المصريه ان هي تسلم المدافع بتاعتها المنصوبه على الحصون. بعقلك كده ينفع الحكومه والجيش المصري يسلموا المدافع بتاعتهم اللي بتحميهم؟ طبعا لا. فطبعا رفضوا الانذار. قام جاي اخدها حجه وبدا يضرب مدينه الاسكندريه بالقنابل. ورغم استبسال الجنود في الدفاع عنها والاهالي، لكن ما قدروش من قوه النيران، ونزل الاسطول البريطاني الاسكندريه وخدها. لكن العربيين والجيش المصري انسحب وراح تمركز في حته اسمها كفر الدوار. برافو عليه. وبدا في كفر الدوار يعمل الاستحكامات ويجهز نفسه عشان يقدر يواجه الجيش البريطاني. مين اللي كان موجود في الاسكندريه؟ الخديوي توفيق. فضل موجود في قصر التين وقرر انه ما يغادرش لانه كان في حمايه مين؟ انجلترا. جميل. وبدات تحصل مراسلات ما بين احمد عرابي وما بين الخديوي توفيق. اسمع بقى نص المراسلات. خديوي توفيق بعت عرابي: عرابي وقف استعدادك الحربيه وتعالى لقصر التين في الاسكندريه عشان تاخد اوامرك مني. ينفع؟ لا. لان ممكن يحصل خيانة ويقبض على أحمد عرابي. جميل. فأحمد عرابي اتهم الخديوي توفيق أنه يقوم بمحاباة الإنجليز وأنت منحاز للإنجليز وأنا هستمر في استحكاماتي. فرد عليه الخديوي توفيق وقال له: أنا عزلتك من وزارة الحربية، لكن الشعب المصري فضل متمسك بالزعيم أحمد عرابي. جميل. وحصلت فعلا معركة كفر الدوار بين الجيش البريطاني والجيش المصري، وتمكن الجيش المصري من صد هجوم القوات البريطانية. فبريطانيا كده مش هتعرف تكمل طريقها عشان في مدينة مهمة لازم تخشها. المدينة دي لو دخلتها تبقى احتلت مصر، وهي القاهرة. برافو عليك يا عبد الرحمن. فعشان كده الجيش البريطاني رجع مرة تانية وخد الأسطول بتاعه وبدأ يتحرك في سواحل البحر المتوسط عشان يحاول يحتل مصر عن طريق قناة السويس. برافو عليك. الخبر ده طبعا والمعلومات دي وصلت لعرابي، عمل اجتماع مع المجلس العسكري وكل القادة العسكريين اجمعوا على حاجة واحدة: ضرورة
تعطيل الملاحه في قناه السويس، يعني في اي باي شكل لازم نمنع الجيش البريطاني انه يمر قناه السويس، لو حتى نعمل ايه في القناه؟ نردمها. جميل، المهم ما ينفعش الجيش البريطاني يمر. لكن عرابي رغم حبنا ليه الا للاسف ما اعرفش هل ما كانش عنده ذكاء او فطنه في اللحظه دي، راح لرئيس شركه قناه السويس اللي هو مين؟ ديسبس. جميل، وقال له انا عايز ان انا امنع الجيش البريطاني حتى لو هردم القناه. ديسبس هيوافق يردم القناه؟ استحاله طبعا. فديسبس قال له لا، بدا يقنعه بحاجه غلط. اقنعه ان بناء على الاتفاقيات الدوليه وحياديه قناه السويس استحاله ان السفن البريطانيه تمر من القناه. خرج عرابي وهو مقتنع بكلام مين؟ ديسبس. لكن للاسف اجتاحت السفن البريطانيه قناه السويس وما رعتش ان قناه السويس لها وضع في الاتفاقيات الدوليه، ووصلت الاسماعيليه واتخذتها قاعده عشان تبدا تتحرك منها للقاهره وتحتل مصر. بعد الاسماعيليه استولت على مدينه صغيره اسمها مدينه القصاصين، وبعد كده هيبدا يواجهوا العرابيين في منطقه ثانيه معركه اسمها معركه التل الكبير. برافو عليك، بدا عرابي طبعا يجهز نفسه يعمل استعداداته. الراجل مقتنع زي ما ربنا كرمنا، قدرنا بشجاعتنا وروحنا المعنويه ننتصر عليهم في كفر الدوار، اكيد هننتصر عليهم في التل الكبير. لكن بريطانيا لجأت لاسلوب المكر والخديعه، راحت للسلطان العثماني طلبت منه طلب ان يطلع منشور ويقول فيه ان عرابي حاصل اوامره. السلطان العثماني تخيل عمل ايه؟ نفس الاوامر للاسف، وطلع منشور قال فيه انه عرابي حاصل اوامري، فده اضعف الروح المعنويه للمقاتلين. عشان كده لما حصلت معركه التل الكبير للاسف انتهت بخساره المصريين وخساره العرابيين، رغم ان في ناس عملت بطولات كبيره. في اسم ضابط عايزك تحفظه كويس جدا وما تنسهوش ابدا في حياتك، ضابط محترم ضرب اروع الامثله لبطولات الجيش المصري، استشهد هو وكل رجاله، اسمه الضابط محمد عبيد. اسمه يا عبد الرحمن؟ الضابط محمد عبيد. هزيمه العرابيين في التل الكبير معناها ان الطريق بقى مفتوح امام الجيوش البريطاني ان هو يتجه الى مدينه القاهره ويخش ويحتلها. طبعا روح الياس كانت وصلت خلاص للعربيين، وان مفيش حد في الجيش المصري كان عنده قدره ان يواجه الجيش البريطاني، ودخلت بريطانيا القاهره، وبدخولها القاهره يبقى احتلت مصر، احتلت مصر، وكده مصر وقعت تحت الاحتلال البريطاني. جميل، قبضوا على عرابي وقبضوا على كل قاده الثوره العربيه واي حد حتى كان بيأيدها، ما عدا شخص واحد بس اسمه الشيخ عبد الله النديم. اسمه ايه؟ الشيخ عبد الله النديم. تفتكر ليه بقى؟ هقول لك معلومه ما اتذكرتش في كتاب الوزاره. يقال ان عبد الله النديم كان شاطر جدا في فكره التنكر، بيعرف يتنكر، عشان كده ما عرفوش يوصلوا اليه. في البدايه حكموا على عرابي وكل زملائه بالاعدام، لكن خافوا من مين؟ من ثوره المصريين عليهم. جميل، لان لو عدموا عرابي ورقابه المصريين كان هيقوم عليهم ثوره. قال لك طب نخفف الحكم، ننفيهم لجزيره سيلان بالهند ونصادر ممتلكاتهم، وده فعلا الحكم اللي حصل. اخر حاجه عايزين نستخلص منها، ازاي فشلت الثوره العربيه رغم صدق اهدافها؟ ثوره صادقه من واحد من ابناء الجيش المصري الوطني القوي الزعيم احمد عرابي، تمام؟ ليه فشل؟ لازم نفكر. في عندي مجموعه اسباب، اول سبب هسأله لك، هل الجيش البريطاني والجيش المصري أو العربي كانوا متساويين من حيث القوة؟ لا. مين كان أقوى؟ البريطانيين. جميل، أدي سبب. السبب الثاني، مش ملاحظ كده في الأحداث إن برضه عرابي غلط؟ إن صدق كلام مين؟ ديسيبس. جميل، لأن حصل تواطؤ من شركة قناة السويس ومن ديسيبس مع الجيش البريطاني وسمح له بالمرور في قناة السويس. السبب الثالث، السلطان. السلطان العثماني. لما طلع منشور بان احمد عرابي عاصي الاوامر. برافو عليك، فاضعف الروح المعنويه فتهزموا في المعركه. في ثلاث اسباب لدي، مثلا ان الثوره العربيه ما لجأتش للتعبئه الشعبيه، ما حاولش يعبي الشعب معاه، فالشعب فعلا ما كانش داري باللي بيحصل. سبب تاني مثلا ان بعض العناصر اللي كانت مع عرابي كانت مياله للخديوي ومياله للبريطاني. السبب الاخير ان الظروف الدوليه في الوقت ده سنه 1882
ما كانتش في صالح الحركات الوطنية، بمعنى ان كل الدول الكبرى وكل الدول الكبيرة ما كانتش بتساند ولا بتأيد ولا بتدعم الحركات الوطنية ابدا، ولا كانت بتقف جنبها. يتبدأ تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. معكم عبد الرحمن دلوقتي. يلا عبد الرحمن، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد. يلا في حفظ الله، مع السلامة.